أخش في صلب الحلقة وأنا أتأمل من الصباح. هو إحنا من ساعة ما بنتولد لساعة ما بنموت هو المفروض يشغلنا إيه؟ إيه اللي المفروض يشغلنا؟ يعني كل اللي رحلوا النهاردة يعني عزينا ثلاثة من الناس الأعزاء علينا يعني. طب رحلوا خدوا معاهم إيه؟ إلا بقيت الذكرى والكلمة والعمل والكلمة الطيبة صحيح السيرة العطرة أو العكس. فالنهاردة تخيل أنك تكرس حياتك يا إبراهيم عشان تعمل عمل طيب وتعيش محترم وتعيش بكرامتك مستور مش بتأذي حد خدام للناس خيركم أنفعكم للناس ونعيش أيام يوميا يتم استدراجنا إلى الخطأ يوميا. طيب احنا مش عايزين نستدرج للخطأ أستاذ إبراهيم مش عايزين وشايفين يعني أنا لما تربط الوفيات دي وتتأمل فلسفيا وبعدين تشوف الأحداث العنف الحادثتين ورا بعض الشاب بتاع تلة اللي قتل واحد بدم بارد وتربص ووقعة تانية امبارح حصلت في المنصورة أظن بنفس الشيء بتبصيلي ليه مش أسهل حاجة القتل. أنا شايف من الحوار والتعليقات إن القضية بقت خطيرة إن في ناس بدأت تشعر إنها فوق القانون. يعني ما هو أنت لما واحد يقول لواحد هموتك وهقتلك ويقتله ده واحد مش خايف من حاجة. بالظبط بالظبط لما واحد يطعن فعلا. واحد ويطرده ليجهز عليه يعني هو مش قتل خطأ. ده هو وعد ووفى. ايوه احساس بالقوه في مواجهه انه هو فوق القانون. الوضع ده لابد ان ننتبه اليه جميعا. هذا تغيير خطير في تكوين الناس في التكوين النفسي للاجيال القادمه. ولما كنا بننبه هنا يا جماعه اسندوا وادعموا القدوه الصالحه وحاسبوا المتجاوزين الذين مش عارفين حتى نلجأ للقانون يحمينا منه. هذا كلام مش بنقوله علشان انتماءات والله احنا عايزين بلدنا دي انك اما تعلم بتعلم بالنموذج بالقدوة. هو صالح سليم ما كانش بيحضرنا بس كان يتصرف قدامنا صحيح تصرفات محترمة يكبر قدامنا وعايزين نعمل زيه مصدقينه التتش مصدقينه لانه ما كانش بيدعي. عايزين نقول يا جماعه ربنا زي ما الكابتن زيزو قال ربنا يهديهم ويهدينا ويهدي الجميع. ما عادش ينفع ان احنا نسيب الدنيا بهذا التجاوز ولا ينبغي ان يشعر احد انه فوق القانون. وترفع علينا شكاوى يا استاذ انا وانت استاذ ابراهيم واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي نتمنى ان يتم التحقيق ان يتم مش فيها ان يتم بقى ان القانون يفحص كل حاجه بقى واللي غلطان يتجازى ولو كنا مخطئين في حاجه نتحمل تبع تصرفاتنا. بالظبط كده مش خايفين من حاجه عايزين القانون يبقى اقوى من الجميع. هو احنا لما بنقول او بنطالب بتفعيل سياده القانون على الجميع احنا بنعفي نفسنا؟ زي ما المهندس عادل اشار انت بتشتكيني على الرحب والسعه يتحقق معايا ونسال ونساءل. ما هو ما فيش حد منزه عن خطا بس سيادتك كمان مش معصوم ولا محصن فليكن هو ده فرض سياده القانون على الجميع. انما الادعاء بانه فلان اخطا يبقى هو خد حقك بالصوت الصوت والتجاوز والتجريح والإساءات البالغة والمستوى الهابط ما ينفعش تبقى مدرسة شبابنا يتربى عليها بداية الثمرة المرة اللي بتطلع اللي والأفلام الأحداث اللي عمال تتوالى والثقافة يا أستاذ إبراهيم والأفلام قدمنا صورة البطل في صورة بشعة
انه اي حد بياخد حقه بالصوت العالي وبالدراع، واي حد ما بيراعيش قيمه الكلمه ومسؤوليه الكلمه. احنا من اول لقطه، من اول كلمه في ملك وكتابه قلنا احنا بنختلف مع المكتوب مش مع الكاتب. احنا هدفنا اعلاء قيمه الكلمه. ممكن تكون لنا اخطاء، حاسبونا. ممكن تكون مننا تجاوزات، اقفوا معانا، راجعونا، قولوا لنا هنا غلط. بس لما تقول لي انت هنا غلط، قول لي وماذا عن الاخر. انما فكره ان الكل ينتهك قيمه وقدسيه الكلمه، ده اذا كان في غلط يا استاذ ابراهيم، اذا كان في غلط مش دريانين احنا بالظبط يعني. بس تعالى اعمل معاييرك. انما تنتهك الكلمه ويكون فعلا النتيجه بهذا الشكل، لا. الكلمه نور، رحم الله الفنان الكبير كرم مطاوع. أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، زاد مذخور. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. بالكلمة تنكشف الغمة. الكلمة نور، دليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم. الكلمة حصن الحرية. إن الكلمة مسؤولية. إن الرجل هو الكلمة. شرف الرجل هو الكلمة. يعني كل شيء بيبتدي بكلمة وبيخلص بكلمة. شرف الرجل هو. ما شوف الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي عليه رحمة الله، هو الأمثلة البلدي اللي بتلخص الكلام ده كله، بيقول لك لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنت هانك. هو ده كلام بسيط جدا، لكن هو ده مربط الفرس. لسانك حصانك، يعني أنت تحاسب على. وبعدين الكلمة زي الرصاصة، طلعت هترجع إزاي؟ صحيح. ها؟ طب ما خلي بالنا.